تدشن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون اليوم الهوية الجديدة للقنوات الإذاعية والتلفزيونية، ويفتتح مجمع الاستوديوهات الرقمية، وينطلق كذلك البث التجريبي للقناة التلفزيونية عمان الثقافية. تسدل مدينة نزوى اليوم الستار على برنامج الاحتفالية الذي نفذ على مدار عام احتفاء باختيارها من قبل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة لتمثل المنطقة كعاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2015. تبدأ وزارة الصحة غدا الجمعة بتشغيل مستشفى مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية المكون من طابقين يشتملان على عدة أقسام وعيادات خارجية، إضافة إلى عدة وحدات منها وحدة غسيل الكلى.